بالنسبة للسؤال الأستاذ سيد عن الودائع البنكية والشهادات وكده، هو بيقول المبلغ عنده مش بالغ النصاب، لكن لو كان هو بالغ النصاب إزاي بيطلع؟ بيطلع على الأصل والربح، وهل إيداعه أو عمل الودائع أو الشهادات الأرباح بتاعتها جائزة؟ إحنا ذكرنا قبل كده إن الأرباح بتاعت الشهادات وبتاعت الودائع جائزة على ما عليه الفتوى لتغير وظيفة البنك. والزكاة بتكون بعد استيفاء الشروط، واللي من ضمنها إن الفلوس تبلغ النصاب. بعد استيفاء الشروط تبلغ النصاب، يمر عليها الحول وتكون فارغة عن الديون المقدرة على حضرتك هذا العام، بتطلع على الأصل والربح 2.5%، ده الأصل. طيب لو أنا كنت رابط الشهادة أو الوديعة دي ورابط الشهادة بتاعتي عشان إنها بتنفق عليا وما عنديش مصدر دخل تاني، وأنا يدوبك عايش من الربح بتاعها والريع بتاعها، وهيضرني إن أنا أطلع، مش هقدر أعيش لو طلعت على الأصل والربح، تقدر تاخد بالفتوى التانية اللي هي بتخرج 10% على الأرباح، ودي لو حضرتك بتتعيش من هذه الأرباح ولا يمكنك معاها إن هي إنك تطلع على الأصل وعلى الربح 2.5%، تاخد بالفتوى اللي هي 10%. كل ده إذا استوفى المال شروطه فيه، عشان أقول ده يجب فيه إخراج الزكاة. شروط المال يبلغ المال النصاب، حضرتك قلت ده مش بالغ النصاب، فخلاص حضرتك كده مش في فئة اللي هتطلع الزكاة. لكن المال مش واقف بس ان انا بطلع الزكاة وفقط، يعني الانسان يتصدق ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول.